السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا مرة أخرى في الجودة في التعليم طريق النجاح. موضوعنا الحالي هو ضبط الجودة الشاملة في التعليم. ضبط الجودة الشاملة في التعليم عبارة عن وسيلة للتأكد من أن العملية التعليمية والإدارة التربوية وعمليات تدريب المعلمين والإداريين والتطوير التربوي في المؤسسات التعليمية تتم جميعا وفق الخطة المعتمدة والمواصفات القياسية، كما أنه يشمل جميع مدخلات النظام التعليمي وعملياته ومخرجاته. إذ أن إدارة الجودة الشاملة للتعليم تعمل على ضبط جودة التعليم ومتابعة مدى انطباق المعايير على مخرجات التعليم وأهداف المطلوبة منه للوصول إلى جودة شاملة لجميع مدخلات النظام التعليمي ومخرجاته وعملياته. هذه العملية تتم من خلال عدة مبادئ للجودة الشاملة لضبط الجودة في التعليم. أهم هذه المبادئ قيادة الإدارة التربوية لضبط جودة التقييم من أجل تقديم خدمات متميزة، مسؤولية كل فرد من أفراد المؤسسات التعليمية عن تحقيق الجودة الشاملة للتعليم فيما يخصه، استناد أداء الوظيفي إلى منع حدوث الأخطاء قبل حدوثها، اعتماد مواصفات قياسية لجودة الأداء والتحقق من إنجازها والتأكد من متابعتها للخطط والأهداف الموضوعة والمعايير المرغوب فيها. كما أنه يعمل على اكتساب ثقة المستفيدين من الخدمة التعليمية تحسين جودتها، والاهتمام بتدريب الهيئة التدريسية والإدارية، تبني نظام متابعة لتنفيذ إجراءات التطوير والتجديد التربوي، تعزيز الانتماء إلى المؤسسات التعليمية والولاء إلى مهنة التعليم. لذلك فإن ضبط الجودة الشاملة في التعليم مهم جدا في الرقابة عليها للتأكد من مطابقتها للمعايير وتحقيق الأهداف المطلوبة حتى نصل إلى مخرج تعليمي يوافق متطلبات السوق ويستطيع المنافسة فيه. ضبط الجودة الشاملة في التعليم عملية مهمة جدا، وهي عملية ميكانيكية تقوم فيها إدارة الجودة الشاملة للتعليم بضبط الجودة في التعليم ومعايرتها من أجل الوصول إلى مخرجات عالية الجودة، وهو الهدف من ضبط الجودة الشاملة في التعليم وإدارة الجودة الشاملة للتعليم. إذا تحققت الجودة الشاملة في التعليم وتم ضبط جودة التعليم ووصلنا إلى مخرجات عالية الجودة لها قدرة التنافس، يتحقق الهدف ونصل إلى الجودة في التعليم